أقيم بمدينة أجدابي الحفل الختامي لأسبوع المرور العربي واليوم العالمي لقسم المرور. نظم هذا الحفل من قبل أفراد القسم وأقيم بالمركز الثقافي بحضور العديد من الشخصيات الأمنية والمدنية. في هذا اليوم البهيج الذي شاركنا فيه جميعا فرحة رجل المرور بختام أسبوع المرور العربي وباليوم العالمي للمرور، أولا أنا أنقل تحايا معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف وأصالة عن نفسي وعن كل منتسبي المديرية. أتوجه بالشكر والثناء والتقدير إلى كل رجال المرور، هؤلاء الذين وصفوا برسل السلام من زيهم ومن عملهم ومن طريقة شغلهم. حيث شكر الحضور ومن خلال الكلمات التي تم تقديمها الدور الذي يقومون به رجال قسم المرور في المدينة من خلال تنظيم حركة السير والحفاظ على النظام داخل المدينة وضواحيها. حقيقة اليوم شارك لنا كثير من القيادات العسكرية، أمر المنطقة العسكرية، رئيس النيابة، رئيس المحكمة، كثير من الناس والفعاليات في هذه المدينة شاركونا هذا الاحتفال. واليوم كان عندنا رجل العام، رجل المرور لهذا العام 2020، تم تحيته وشكره. وأتمنى من كل رجال الأمن ورجال المرور خاصة أن يحذو حذوة، كان قمة في العمل، قمة في النشاط، قمة في الانضباط، قيافة وأخلاق وسلوك حقيقة. وفي نهاية الحفل قام مدير أمن أجدابي العقيد ونيس الشكري وبالنيابة عن منتسبي المؤسسة الشرطية بمدينة أجدابي بتكريم كل من ساهم في إظهار رجال المرور بالصورة الحسنة والمطلوبة، وكذلك تكريم من تميز أثناء أداء مهامه. لقناة ليبيا الحدث أحمد جمعة.